يا شيخ أسألك نصيحة. الأم تدعو كثيرا على أبنائها يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على مواشيكم. لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيها يستجاب لكم. تنتبه هذه العجوز، خلي جعلها تتقي الله.